أهلا بكم إلى النشرة الاقتصادية. أكد محمد سيف السويدي المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية أن الإمارات العربية المتحدة قد التزمت ضمن اتفاقية برنامج التنمية الخليجي بتمويل مشروع توسعة مطار البحرين الدولي بنحو 918 مليون دولار، وذلك ضمن اتفاقية المنحة الإماراتية بتخصيص مبلغ 2.5 مليار دولار يقدم كمنحة من صندوق أبوظبي للتنمية لتغطية حصتها في عدة مشاريع بالمملكة. دولار نحن التزمنا كصندوق ب 918 مليون دولار. طبعا هذا الالتزام يأتي ضمن برنامج تنمية مجلس التعاون اللي التزمت فيه دولة الإمارات في عام 2013 ب 2.5 مليار دولار. هذه المنحة عبارة عن برنامج تمتد على 10 سنوات بواقع 250 مليون دولار كل سنة. غطينا فيه عدة مشاريع، وهذا المشروع يأتي ضمن هذه المنحة.